يا شيخ معلش، انا عندنا الامام في المسجد في صلاه الفجر عند الركعه الثانيه ما بيقومش بالركوع على طول، بيفضل كده بعد الوقت اللي هو القنوت يا عم الشيخ. هل ده وارد؟ مش فاهم كلامك، لم افهم. بقول لك يقنط في صلاه الفجر يا عم الشيخ، ايوه، اللي هو بعد الركعه الثانيه ما بيركعش على طول، بيفضل كده وقت قبل الركوع ولا بعده؟ قبله. يعني يقنط في الفجر قبل الركوع. قبل الركوع. وساكت وانت سكوت. وساكت ونحن سكوت. لم يرد عن النبي عليه الصلاة. ما الحكم؟ اصلي وراه عادي. صلي الصلاة صحيحة. وفضل حد ما بيركع ولا اشوف مسجد ثاني. لا الصلاة صحيحة.